داخل محلها في بلدتها جبع جنوب جنين، قررت زينة أبو عون أن تخوض غمار التجربة بعزيمة وثبات في مجتمع لا يزال يستهجن عمل الفتيات في تخصصات ذكورية من وجهة نظره. اجتهدت الفتاة العشرينية واختلفت في توجهها المهني، وافتتحت مشروعها الأول صيانة الهواتف النقالة، وخصت بذلك السيدات بالدرجة الأولى متحدية صعوبات جمة. الفكرة اجتني لما كنت انا في التوجيه الثانوية العامة في مدرسة السيلة. انا ما كنت اكمل، بس بحب الاشي المهني، ولما دخلت مدرسة السيلة تعمقت في الاشي اكثر وحبيته، بغض النظر انها مهنة مقتصرة على الذكور فقط، بس انا شفت انها مهنة راح تفيدني ونظرت لها للمستقبل. يعني اختيار زينة لمهنتها لم يكن بالأمر السهل، إلا أن دعم المحيطين وإعجابهم بفكرتها جعلها تمضي قدما في طموحها بالاستمرارية وتطلع للتوسع في مشروعها المستقبلي. أنا أول إشي فكرت في البنات، وخصوصي بنات بلدي، يعني أنا عشان هيك فتحت المحل في بلدي. المحل طبعا للجميع مش للسيدات فقط، بس أنا بركز على شريحة السيدات أكثر إشي، لأنهم هم اللي بلزمهم هيك شغلات. واجهت الصعوبة المادية اللي لسه بتواجهني يعني لليوم، في كمان صعوبة المكان، لا لقيت مكان وظبطته، وفي كمان انه في ناس ما تقبلت الموضوع، في ناس صارت تحكي انه كيف بنت بدها تفتح وهي مهنة للشباب. فخلص بلشت بالمشروع وتوكلت على الله، والحمد لله زبط مشروعي والكل وثق فيه، والكل بيصلح عندي، شباب بنات الأغلب عندي بصلح الحمد لله. بهذه الغرفة تخطت زينة حواجز ومعيقات عديدة، وفرضت واقعا لتكون الأولى التي تختص بصيانة الهواتف النقالة من الإناث في محافظة جنين. لتلفزيون الفجر، تسنيم قشو.